بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومتعة الرياضيات والحساب العقلي. النهاردة ضرب عددين محصورين بين 10 و20. نشوف المثال الأول 12 في 13. أول حاجة بنعملها بنشوف خانة الأحاد، خانة الأحاد 2، خانة الأحاد 3، بنعمل إيه؟ بنضربهم في بعض. 2 في 3 بيساوي 6، يبقى خانة الأحاد 6. الخطوة الثانية برضو خانة الأحاد وخانة العشرات، بس المرة دي مش هنضربهم، أمال نعمل إيه؟ نجمعهم. 2 زائد 3 بيساوي 5. خانة العشرات فيها 1، الواحد ينزل زي ما هو في خانة المئات، يبقى 12 في 13 بيساوي 156، يبقى الإجابة 156. نشوف مثال تاني 12 في 14. خانة الأحاد أول خطوة بنضربهم، 2 في 4 بيساوي 8. الخطوة الثانية نجمعهم، 2 زائد 4 بيساوي 6. ال 12 خانة العشرات 1، ال 14 خانة العشرات 1، الواحد ينزل زي ما هو في خانة المئات. يبقى مسائل الضرب عددين محصورين بين 10 و20 لازم العشرات يكون 1، يبقى الناتج 168، يبقى 12 في 14 بيساوي 168. المثال اللي بعده 12 في 15. الأحاد 2، الأحاد 5، أول خطوة بنضربهم في بعض، 2 في 5 ب10. الخطوة الثانية نجمعهم، 2 زائد 5 بيساوي 7، وخانة العشرات فيها 1، بينزل الواحد في خانة المئات. طبعا كده الإجابة خاطئة، لو المسألة تثابت بالطريقة ديت الإجابة خاطئة طبعا، لأن خانة الأحاد لازم يكون فيها رقم 1، مينفعش نحط 10. طب نعمل إيه في العشرة؟ العشرة بننزل صفر ونطلع بالواحد على خانة العشرات. 7 زائد 1 8، خانة المئات 1 ينزل زي ما هو، يبقى 12 في 15 بيساوي 180. نشوف المثال اللي بعده 18 في 16. خانة الأحاد 8، خانة الأحاد 6، أول خطوة بنضربهم في بعض، 6 في 8 بيساوي 48. الخطوة الثانية بنجمعهم مع بعض، 6 زائد 8 بيساوي 14. ال 18 خانة العشرات 1، ال 16 خانة العشرات 1، يبقى الواحد بننزله في خانة المئات. زي ما قلنا المسألة بالطريقة دي هتبقى غلط. ليه؟ ال 48 هنعمل فيها ايه؟ هننزل 8 ونطلع بالأربعة. 14 زائد 4 18، ما اكتبش ال 18 كلها، بكتب 8 واطلع بالواحد. 1 زائد 1 2، يبقى 18 في 16 الإجابة 288. المثال اللي بعده 19 في 13. الأحاد بتاع 19 9، الأحاد بتاع 13 3، بنضربهم في بعض، 3 في 9 ب 27. الأحاد 9، الأحاد 3، بنجمعهم، 9 زائد 3 12، وبننزل الواحد في خانة المئات. 27 هننزل بالسبعة ونطلع بالاتنين على خانة العشرات. 12 زائد 2 14، بنكتب 4 ونطلع بالواحد. 1 زائد 1 2، يبقى 19 في 13 الإجابة 247. إن شاء الله الفيديو القادم فكرة جديدة ومتعة الرياضيات والحساب العقلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.